مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ومن زون. حلقتنا اليوم منوعه وفيها مواضيع كثيره، مواضيع متعلقه بالجمال، بالتغذيه وبالصحه. بتمنى انه تستمتعوا بحلقتنا لليوم. مرحبا واهلا وسهلا فيكي بومن زون. كلنا منعرف فوائد الفواكه على صحتنا وخاصه اذا كانت طازه. اليوم اخترت احكي لك عن فاكهة التين وعن الفوائد العجيبة لهالفاكهة. بالرغم من انه التين فاكهة موسمية الا انها فينا نلاقيها على طوال السنة بشكل المجفف وبطعمها الطيب وفوائدها الغذائية العديدة. التين بيحتوي على فيتامين A و B وعلى معادن مثل الفوسفور، الكالسيوم، الحديد والمنغنيز. والتين مثل ما هو معروف واحدة من الفواكه الحلوة، طعمها حلو وبتتواجد بأحجام وأشكال وألوان مختلفة. عنا التين الأحمر والتين الأصفر والأسود. أما بالنسبة للفوائد الصحية العديدة للتين واللي يمكن تفاجئك شوي فهي: أول شيء، التين بيساعد على معالجة السكري، لأنه التين بيحتوي وغني بالبوتاسيوم فبيساعد على إفراز الأنسولين بالجسم. هذا الشيء بيساعد على معالجة أو التحكم بالسكري عند الإنسان. تاني شيء، العظام صحية. التين مثل ما ذكرنا سابقاً بيحتوي على الكالسيوم، فهو بالتالي بيساعد على تقوية العظام. الحصبة، هون يمكن تستغرب شوي بس بعض الأبحاث أظهرت إنه التين بيساعد بمعالجة الحصبة بمراحلها الأولية فقط. بس أكيد ما بدنا ننسى إنه مجرد ما يصاب الإنسان أو الطفل بالحصبة لازم يلجأ للدكتور ليستكمل العلاجات اللازمة. رابع فائدة للتين هي تخفيف الوزن. بما يحتوي التين من ألياف غذائية بتساعد على الشعور بالشبع، بالتالي بيساعد على تخفيف الوزن. خامس فائدة هي معالجة الحب أو الأكني. الحب بنعرف بيظهر بالوجه وبيزعج، فالتين إذا عمل ماسك بيساعد على معالجة الحب والتخلص منه. أما كيف بينعمل الماسك، فهو بطحن تين طازج ووضعه على الوجه لمدة 15 ل20 دقيقة أو حتى ينشف. وبس ينشف منشيله منغسل وجهنا. أكيد بدك تستمري بهالعلاج أو بهالوصفة كذا يوم على كذا أسبوع لحتى تلاقي نتيجة. سادساً، لمعالجة الحنجرة الجافة أو السور ثروت. هذه الوصفة عبارة عن تين ناشف مع عسل، بتحطيهم بالماء وبتشربيهم لتتخلصي من السور ثروت أو الشعور بهالنشاف بالحنجرة. أيضاً وأيضاً التين بيساعد على معالجة الإمساك، بقوي الضعف الجنسي، بيعالج الحصى بالكلى وبيعالج رائحة الفم أو بيساعد على محاربة رائحة الفم الكريهة. هلأ انتبهي، صحيح أنه التين فوائده عديدة ومتنوعة، ولكن كثرة تناوله بيسبب الإسهال وتسوس الأسنان، فخير الأمور الوسط. أنت بتعرفي أنه بعض العادات السيئة يلي بتمارسيها كل يوم بتأثر سلباً على جمالك وعلى مظهرك؟ عادة إذا حسينا أنه مظهرنا أو جمالنا عم يتأثر أو عم يتراجع وعوامل العمر عم تظهر بشكل واضح، أول شيء بيوقع اللوم عليه هو إنه عم نتقدم بالسن أو عم نتقدم بالعمر أو عم نكبر أو إنه اليوم كان نهار سيء أو صار معي شيء ما بعرف عكر لي مزاجي مشان هيك ما ظاهرة بالمظهر اللي لازم أظهر فيه كل يوم. بس بمعظم الأوقات الشيء اللي بيأثر سلباً على مظهرنا هو العادات السيئة يلي منقوم فيها يومياً. أول هالعادات عدم استعمال كريم حماية أو واقي الشمس. لازم يكون كريم الحماية ضمن برنامج حياتك اليومي بغض النظر عن لون بشرتك أو نوعها.
ما لازم تطلع من البيت قبل ما تحطي كريم الحماية على الوجه؟ هلأ بفصل الشتاء ممكن نقول إنه ما في شمس والشمس مش ظاهرة، ولكن كريم الحماية ضروري بكل الفصول، خاصة بفصل الشتاء، لأنه بنعتقد إنه أشعة الشمس منا قوية، ولكن هي بالفعل قوية بتكون وبتأثر على بشرتك، فاعتمديها وخليها ببروغرامك اليومي. تاني عادة سيئة ممكن تأثر على مظهرك وعلى جمالك هو التدخين. كلنا بنعرف إنه التدخين عادة سيئة ومضرة بالصحة، بسبب إنه التدخين بخفف تدفق الدم للجلد. بما إنه الدم ما عم يوصل للجلد بشكل مظبوط، هذا الشيء بسبب نشاف البشرة وعدم تجدد الخلايا، الشيء يلي بخليك تظهري بعمر أكبر من عمرك الحقيقي. تالت عادة لازم تتخلصي منها أو تعملي على أنك تتخلصي منها هي عدم إزالة المكياج قبل النوم. أنا بعرف في سيدات أو فتيات كتار بيجي آخر الليل قبل ما تنام وبتكسل وبتقول يلا بنام وبكرة الصبح بغسل وجهي قبل ما تشيل الميكب عن الوجه. هيدا الشيء كتير غلط، لأنه إذا كنت من النوع يلي بينسى أو بيتناسى إزالة المكياج قبل النوم، لازم تتخلي عنها هالعادة السيئة، لأنها بتتسبب بانسداد المسامات، انسداد مسامات الجلد. لازم تغسلي وجهك أو تستعملي المحارم أو الوايبس يلي الميك اب ريموفل وايبس لحتى تتخلصي من الميك اب. بهالشكل بتسمحي لبشرتك إنها تتنفس بالليل. رابع عادة سيئة هي الكحول. الإسراف بشرب الكحول بيتسبب بجفاف البشرة، وأيضاً بيوسع شرايين الدم بالجلد، ما يؤدي إلى ظهور العروق العنكبوتية أو السبايدر فينز. أكتر شيء هيدي العروق بتكون صغيرة وظاهرة على الوجه، على الخدين وعلى الأنف. خامس عادة، استخدام أدوات المكياج الغير نظيفة. كيف بيصير هيك؟ نعرف نحن الصبايا والستات بنستعمل مكياج، بنستعمل أدوات مثل الفراشي، الاسفنجات الصغيرة، السبانجز. هيدي الفراشي والأدوات لازم نتأكد من نظافتها كل ما بدك تستعمليها. يعني الأشياء اللي فينا نغسلها لازم تتغسل، الأشياء يلي ما فينا نستعملها مرة تانية يعني للكب بنكبها وبنستعمل واحدة جديدة، لأنه الاستعمالات المتكررة بيسبب تراكم غبار وبقايا جلد ميت بتراكموا على هالأدوات، فبتسبب بالتهاب الجلد، بتسبب الحساسية، وبتسبب الطفح الجلدي يلي هو الراش. عملي على انه تستعملي أدواتك وتكون نظيفة أو جديدة. الأشعة فوق البنفسجية اليو في رايز، هيدي سادس عادة سيئة ممكن تأثر لك على مظهرك أو على جمالك. مش بس أشعة الشمس وحدها هي اللي بتسبب خطر على بشرتك، وإنما الأشعة فوق البنفسجية يلي ممكن تتعرضي لها من خلال استعمالك التانين بادز، هذا بيؤدي لجفاف البشرة والتجاعيد، وأيضاً عم بتعرضي حالك للإصابة للسرطان لا سمح الله. أكيد كل واحدة فينا وخاصة بالشتاء بتحب إنه يضل لون بشرتها تان، خاصة إذا كانت بيضة أو بشرتها فاتحة كتير. بس التانينج بادز الكل بيحذروا منهم، وإلها مضار أكثر ما إلها حسنات. فبتمنى الابتعاد عنها قدر الإمكان، قدر المستطاع. سابع عادة سيئة، وهي عادة صراحة يعني بالنسبة إلي أنا كتير بحسها أسوأ عادة ممكن تكون عند السيدة أو عند الفتاة، وهي عادة قدم الأظافر أو أكل الضفير. يعني هيدي ممكن تكون من أبشع العادات يلي بترافق السيدة، أي سيدة وأي فتاة. هيدا العادة قدم الأظافر مش بس بتأثر على جمالك، وإنما على صحتك كمان، لأنه البكتيريا اللي بتتراكم على إيديك وصبيعك تنتقل لضفيرك ومنهم لتمك، وبالتالي بتسبب لك بالأمراض. لحتى ما تقومي بقدم ضفيرك، حاولي تحطي عليهم طلاء
له ريحة مش حلوة مش محببة، هيك كل ما بدك تقربي ايدك على تمك بتشمي الريحة او بتستطعمي بطعمة مش طيبة سو بتوقفي. او ممكن تروحي عند اقرب نيل سبا تزبطي ضفيرك تحطي لون حلو وتطلعي فيهم وتقولي لا ما عاد بدي اكلهم لانه منظرهم كتير حلو. فبتمنى انه تتوقفي عن هالعادة لانها مش بس بتضر مظهرك وانما بتضر صحتك كمان. هلا في عادة كمان بتصور الكل بيقوموا فيها وفي منهم ما فيهم الا ما يعملوها، وهي محاولة التخلص من الحب يلي بيظهر بالوجه. يعني كل ما بدها تشوف حبة بدها تحاول تطلع او تشيلها. فبليز لما تشوفي انه طلعت لك حبة امنعي نفسك انه تلمسيها، لانه مجرد محاولة لمسها هي اللي بتنقلها البكتيريا وبتنقلها الاوساخ، وبالتالي بتتعرضي انه تتركي ندب او سكار بوجهك. فبدل ما بتكوني عم بتشيلي الحبة لحتى تتخلصي منها تنتهي بانه بتتعرضي لندب رح يضله يمكن يعني لفترة طويلة ما يروح، واكيد انت ما بدك هالشي. فتركيها بحالها تختفي لحالها واهتمي فقط ببشرتك وبتنظيفها بشكل مستمر. تاسع عادة هي قلة النوم. كلنا بنعرف شو بيعمل قلة النوم بالجسم وبالصحة من تعب يلي بدوره بيدفع الجسم لإفراز هرمون الستريس أو التوتر. هرمون الستريس بيؤدي لتقليل نسبة الكولاجين يلي بيوصل للجلد. فكل ما كان الإنسان أو كل ما كنتي عم بتنامي فترات قليلة الستريس عم بيزيد بجسمك، الكولاجين عم بيقل تيوصل لجلدتك. ومنعرف قد ايه الكولاجين مهم للبشرة وخاصة عند السيدات. ف 8 ساعات نوم او 7 ساعات نوم كتير منيح، اقل من هيك بصير في شوية قلة نوم وشوية ستريس. سو نامي قد ما فيكي لترتاحي وتريحي جسمك وتريحي بشرتك. عاشر عادة سيئة ممكن تعمليها وانتي ما عارفة انك عم تأذي حالك صحيا وجماليا هي الحمية القاسية او الدايت القاسي. الحمية العشوائية بتقلل من عملية الأيض او الميتابوليزم ومن كمية العضل بالجسم. الأهم من هيك انه الجسم بيخسر كميات كبيرة من الغذاء والمعادن يلي بيحتاجها. فبدل ما تتبعي حمية عشوائية وتحرمي حالك الأكل حتى توصلي للوزن اللي أنت رغباني توصلي له، اتبعي نظام غذائي صحي ونظام رياضي لخسارة الوزن. كل هالعادات عزيزتي مش بس سيئة، بتأثر سلباً على مظهرك وعلى صحتك، فحاولي تتجنبيها قدر الإمكان. وإذا كان عندك أي عادة سيئة ما ذكرناها وبتحبي تشاركينا فيها لحتى نحاول نساعدك تتخلصي منها، راسلينا على إيميل البرنامج womenzone@meatv-radio.com أو لقينا على الفيسبوك. هلأ بدنا نروح فاصل، بس خليكن معنا لأنه معنا مقابلة مع أخصائي الأطفال دكتور أليكس صباغ وموضوع التطعيم. سألناه كذا سؤال عن التطعيم أهميته ومدى ارتباط التطعيم بمرض التوحد، وجاوبنا أجوبة بتصور كل الأمهات لازم تعرفها ولازم تسمعها. فخليكن معنا بعد البريك. استكمالاً للي حكيناه بأول حلقتنا عن التطعيم أهميته وليه لازم نطعم أولادنا وشو أهمية التطعيم بالنسبة للأولاد، هلأ السبب يلي عم نطرح موضوع التطعيم بالحلقة اليوم هو الضجة اللي صارت مؤخراً والحالات اللي ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية وبكندا، حالات حصبة. السبب وراء ظهور هالحالات انه بعض الاهالي والامهات رفضوا يطعموا اولادهم لخوفهم من ارتباط التطعيم بمرض التوحد.
هذا الشيء نتيجة بعض الدراسات يلي ظهرت بالإنترنت وقالت إنه في ارتباط بالأوتيزم، التوحد والتطعيم. لهالسبب نحن جينا اليوم، نحن باستضافة الدكتور أليكس صباغ، دكتور أطفال وأخصائي حديثي ولادة. كيفك دكتور؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. سهلة. يعني بداية بدنا نحكي شوي عن موضوع التطعيم، اللقاحات. يعني أول سؤال منقوله، شو هو اللقاح؟ عشو بيحتوي يعني؟ وكيف بيشتغل بالجسم؟ عظيم. اللقاح اختراع، أنا برأيي اختراع كتير كتير عظيم. إذا بتطلع على تاريخ اللقاحات قديش جنبت موت لأطفال، ملايين الأطفال بالعالم. الولد عادة بس بيخلق عنده اوريدي عنده مناعة من الـ من الـ من الأم. بس هيدي المناعة ما بتكون كتير كتير كافية لتقتل كل الجراثيم والبكتيريا. وبنفس الوقت الولد بس يخلق اوريدي عم يتعرض كتير للفيروسز وللبكتيريا. وجسمه بيتعرض كتير كتير للآلاف البكتيريا، فالولد بصير يعمل الجهاز المناعة عنده شوي شوي. بس أوقات الولد بيتعرض لمرض ما في جسم يكون يحاربه بهالقوة هيدا، فمشان هيك نحن اخترعنا الفاكسين لحتى الجهاز المناعة والجسم والولد يكون عنده القابلية لحتى يستوعب هذا المرض ويقتله بطريقة منتظمة. فالولد بس يخلق بيتعرض لفيروس، بصير جسمه شوي يحارب الفيروس. بس اوقات اذا لقت مرض كتير كتير قوي وما كان مجهز فيمكن يقضي على الولد، فمشان هيك اخترعنا الفاكسين. يعني مناعة الطفل ما بتكفي لحتى يحارب الامراض اللي بيتعرض لها. في اوقات مناعة الجسم ما بتكفي لتقضي على الامراض، فمشان هيك نحن بدنا نساعد الولد لنقوي له مناعته لهذا المرض المخصوص. لانه بس نعطي فاكسين نحن ما عم نعطي بس ما بنقوي المناعه للولد، بنقوي له مناعته بس لهذا المرض المعين لحتى يكون جاهز ليحاربه. لكن قلت لي مناعه الطفل بدها مساعده ل يعني تحاول تحارب هالجراثيم. نعم. او الفيروسز. نعم. طيب الفاكسين اللقاح بحد ذاته شو فيه؟ يعني هالفاكسين اللي عم يدخل على جسم الطفل، سؤال كتير حلو، شو فيه وكيف بيشتغل بقلب الجسم؟ الفاكسين هي عبارة عن شقفة من الفيروس، شقفة ميتة من الفيروس، عبارة عن بروتين من الفيروس. نختلصها من الفيروس هي ذاتها، ومنشيل منها المادة المرضية اللي بتعمل المرض عند الطفل. ومنحقنا بالجسم. هي كيف بصير الجسم يحارب الامراض؟ الشخص بيتعرض للفيروس بصير الجسم يفرز انتي باريز من انتو مثل جهاز المناعه ليحتوي على الفيروس ويقتله. فنحن شو اخترعنا؟ جبنا هالفيروس، جبنا شقفه منه اللي بتعمل المرض ومنحطها بجسم الولد لحتى الجسم يعمل الانتي بودي جهاز المناعه. وبس المرض، بس الطفل يتعرض لهالجرثومه هيدي بكون جاهز. فبطريقه مثل نحن عم نحتال على المرض، عم ناخذ البروتين الميت منه وعم نحطه بالجسم لحتى الجسم يعطي هالمناعه. وبس الولد يتعرض للمرض الحقيقي نحن اوريدي بكون شو محصرينه، اوريدي عندنا جهاز مناعه. والفاكسين هي فيها ثلاث شغلات اساسيين، اللي هي الفيروس طبعا الميتة. أوكي. اللي بعض العالم بيفكروا انه هي اللي بتسبب المشاكل وهي ما بتسبب اي مشاكل. وفي عندك بنحط انهانسرز، شيء مواد لحتى تقوي هيدي لحتى تعملها مور بوتنت، مور فعاله اكثر، يتفاعلوا. وبنحط اوقات انتيبايوتكس. انتيبايوتكس. اوكي. لحتى هيدي الجرثومه ما كمان تتسمم، فبنحط انتي بايوتكس لتقتل الجراثيم اللي حول منه. اوكي.
وبنحطها لانجريدينتس كمان لحتى من نحطها لانه بس يعملوها المانيفاكتشر بحطوها من على بيبعتوها لعند الحكمة، فبنحط لها مواد لحتى بريزرفيتيف لحتى تحفظها من الحراره وللنقل. فهي تقريبا ثلاث شغلات موجوده بالفاكسين. يعني بفهم من هيك يعني منعرف الجسم على هالمرض لحتى بالزبط. لما ينصاب فيه يعرف كيف بده يتصرف. بالضبط بالضبط، لما يكون الجسم متعرض لهيدا الديد فيروس وبكون اوريدي حمى صار عنده جهاز الدفاع يدافع عن هالمرض، لما تيجي الفيروس الحقيقي بكون اوريدي جاهز يعني للموضوع. فمشان هيك لما بالاول كان الولد يصير عنده التشيكن بوكس، هلا ما عادش نشوف عم تشيكن باكس قليل قليل، اذا عم شوفها هلا بعدني بشوف حالات قليله بتجي خفيفه كثير للولد لانه اوريدي جهازه اخذ الفاكسين، جهازه المناعه ناطره ما في عنده مشكله ابدا وجاهز. طيب هل اذا طعمنا الولد يعني بنلغي او بنضعف مناعته؟ يعني ببطل يشتغل منه؟ يعني في ناس بيقولوا لك حتى لما يمرض مثلا انه لا بلا ما تعطيه دواء خليه هو جسمه يقاوم المرض، بس بهالامراض انه الحصبة الجدري الامراض اللي بيطعم للولد، هل نحن عم نساهم بتضعيف او بلغي دور المناعة؟ كمان سؤال جيد جدا. بالعكس انا بيجيني كثير امهات بيقولوا لي خلي الولد يحارب الفيروس لحاله والفاكسين بتضعف له مناعته، هو للعكس ابدا. الفاكسين بتقوي مناعه ضد الجراثيم المخصوص، مثل ما قلت بالاول الولد بس يخلق عم يتعرض لفيروسز وبكتيريا كثير، فبس مصنعه الفاكسين عم نقوي له مناعته لهالامراض هيدي، ما بنضعف له المناعه ابدا ابدا. ف نو بالعكس بنقوي المناعه ما بنضعف المناعه. طيب بما انه الفاكسين او اللقاح بيحتوي على قلت لي جزء ميت من الفيروس، نعم. لما بدنا نطعمه فيه هل ممكن ينصاب بالمرض؟ سؤال كمان حلو. لا ما بينصاب بالمرض. بالاول كنا نعمل لايف فاكسينز مثل البوليو للشلل، اجى حالات قليله جدا يصير ولد عنده الشلل من وراء الطعم، فعملنا له ان اكتيفيشن، يعني عملناه مثل منا اكتيف للبوليو فيروس، فصارت ما عادش عم تسبب. لا ما الفاكسين بحياتها ما عملت الان اكتيفيتد بحياتها ما عملت مرض ابدا ابدا ابدا. طيب منلاحظ اول ما بيخلق الولد ما يعني البيبي ما بيطعم، منلاحظ في فتره زمنيه بين كل لقاح ولقاح، يعني على الشهر مثلا بياخذ لقاح، على الشهرين، على الاربع اشهر، شو السبب بهالفارق الزمني بين كل لقاح ولقاح؟ بعدين بيرجعوا على الاربع سنين يعني بس تيكبر. هي بترجع لصراحه لكل بلد. نحن بامريكا هون بنعطي الهيباتيتس بي على الولاده، لانه لا سمح الله اذا النيوبورن او الوليد لقط الهيباتيتس بي تقريبا مثل الدس سنتنس، يعني الموت. الهيباتيتس بي الهيباتيتس جرثومي اسمها الهيباتيتس اللي تضرب الكبد تضرب الكبد، مرض معدي كثير كثير خطر للاطفال. 95% في عنده احتمال الولد لا سمح الله يصير له شيء، فمشان هيك بنعطيها دغري على الولاده. بعدين بقيه الطعوم بنعطيهم على الشهرين. دراسات لما عملوا الفاكسين عملوهم الدراسات على الشهرين و 6 ويكس اكشلي، شهر ونص وما بعد الشهر ونص، فمشان هيك بنحبز نحن نعطيهم على لانه اللي اخترع الفاكسين عملوا دراسات من الاولاد على 6 ويكس واكبر، فمشان هيك بنبلش لهم على الشهرين، بس فينا نعطيهم ال 6 ويكس بس العاده تنسكجول على الشهرين. ليش بنعطيهم على الشهرين واربع اشهر وست اشهر؟ لانه بدنا كل ما نعطي كورس اوف فاكسين بدنا نعطي بوستر لحتى نقوي هذا الفاكسين، مثل بعثنا جيش على الـ على الـ على المعركه عم نرجع نعمل له مساعده يعني. نرجع نبعث له مساعده دعم لحتى يضل جسم يقاوم الفيروسز. هذا هو مبدا البوستر كمان. يعني هلا اذا طعم الولد ممكن يرجع ينصاب بالمرض، يعني
التطعيم منه فعال 100%، فليه منه يعني ليه التطعيم منه فعال 100%؟ في كتير امراض شلناهم من العالم من وراء الفاكسين، مثل السمول باكس. ما عادش في سمول باكس. البوليو تقريبا خلصنا منه بامريكا بال 2002، اجت يمكن حاله او حالتين لانه من ولد اجى من افريقيا او ما بعرف من اي بلد، من برات امريكا. الفاكسين ما فيش في شيء 100% ابدا، بكل الطب ما في شيء 100%، بس من قد ما فينا نجرب لل 100%. اذا كان اخذ الولد الفاكسين ورجع تعرض للمرض بتجي خفيفه جدا جدا، مثل ما قال بالاول الفاريسيلا، التشيكن باكس فاكسين، اذا اجته للولد بتجي خفيفه جدا جدا جدا، شغله لا يذكر. بس على قليل تجنبنا المضاعفات تبعوا الامراض والمشاكل اللي بيجوا من وراهم. بنلاحظ كمان في دوز، بتزيد الدوز كل ما كبر الولد يعني؟ لا. ولا نفس الدوز بياخذها على كل عمر؟ كل عمر نحن عاملين له فاكسين معينه، بس الدوز ما بتزيد، الدوز هي ذاتها. نعم. ولاي عمر بضلوا يتطعم الولد؟ بضلنا نتعال، انا بضل الدعم لل 16. عندي كل شهرين، 4 أشهر، 6 أشهر، سنة، 15 شهر، 4 سنين، و11 و16. كل عمر معين له طعومة مخصوص له يعني. بس ال 16 في آخر طعومة للمننجيتس الصحية، كتير 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 طعم مهم جدا. منلاحظ انه في طعومة يعني ما إلى 10 سنين يمكن بلشت تنعطى، ال HPV للبنات، Human Papilloma Virus. شو بيعمل يعني؟ كمان هذا سؤال كتير حلو، بيجيني كتير أسئلة بالنسبة لل HPV. صراحة ال HPV كمان فاكسين كتير كتير مهم للبنات واكشلي للشباب. هي عبارة عن Human Papilloma Virus، هي فيروس بيلقطها الجسم على الأعضلاء التناسلية، وفي احتمال في 3 أنواع من هذا الفيروس تبع Human Papilloma بتعمل أمراض كانسر عند سرطان الرحم عند النساء. فإذا فينا نتجنب هذا الفيروس فنحن عم نتجنب الكانسر. أكيد. فهيدي فينا نعطيها على الـ11، كمان عبارة عن 3 طعومة. منبلش فيها على السنة الـ11، بضل فيها البنت تاخذها للـ26 للـ26. ولأنه شفنا إنه بتحمي الولد اللي بتحمي البنت من هذا الفيروس، فإن كمان وعملنا دراسات كمان فينا نحدي الصبي. الشاب كمان في ياخذ الفاكسين وبتحميله عضوه من سرطان اللي هو قليل، بس اجين اذا فينا نعطيه الحمايه ليش يعني؟ لا مزبوط. وما لها عوارضها، ما عندنا مثل اي فاكسين اذا بصير عنده شويه ورم الولد من العوارض العاديه يعني. بالضبط. نعم. شغله ثانيه، اذا الولد عليه حراره ليه ما بيطعم؟ لانه الولد بس يكون عنده حراره، اذا اعطيتيه الفاكسين وصار عنده حراره فما فيك تعرفي من الحراره هل من الطعم او من الطعم او يعني. من المرض او من شيء. بنفضل نحن ما نعطي الولد لما يكون عنده الفيفر. بس اذا كان عنده قريب خفيف وما في حراره فينا نعطي. في كمان امهات بيسالوني الولد مقرب فيك تعطيه الطعومه؟ اذا ولد مقرب بدون حراره قريب خفيف فينا نعطي الفاكسين، بس اذا كان عنده حراره اتس نوت ريكومندد، لانه كمان الدراسات ما عملوا دراسات يعطوا الفاكسين على ولد عنده حراره، عطوا الفاكسين على ولد صحيح بالضبط. اوكي. هلا نرجع للي بلشنا فيه حلقتنا تا نختم فيه ونطمن الاهالي والامهات. نعم. هل صحيح انه التطعيم مرتبط او في له اي ارتباط باي شكل بمرض التوحد الاوتيزم؟ او هل بيسبب الاوتيزم؟ يعني انا سمعت كثير وقريت كثير هلا انه في كثير اهالي ما طعموا اولادهم، مثل ما قلت بالاول انه ما طعمون وعم ينصابوا هلا بالامراض لانه ما طعمون، لانه خايفين. نعم. من الاوتيزم. يعني هيدا ستوري اوف ماي لايف صراحه، مثل ما بقولوا الاوتيزم والفاكسين ما في علاقه ابدا ابدا بين الفاكسين والاوتيزم.
المشكلة اللي واعيين فيها نحن كأطباء، ما فينا نبرهن بالضبط 100% إنه الفاكسين والأوتيزم منن ريليتد، بس بنفس الوقت متأكدين 100% إنه الفاكسين والأوتيزم they're not related. الأوتيزم صار يبين أكثر أنا برأيي الشخصي، لأنه صرنا نعرف عنه أكثر. بالأول كان الأطفال يصير عندهم إعاقات أو تأخر بالكلام، نقول عنده تأخر، بس لأنه هلأ الطب تطور وصار الأمهات يجوا عند الحكيم أكثر، وصار في طعومة والولد صار يجي عند الحكيم، وصرنا نسأل الأسئلة المهمة، صرنا we can screen them، هلأ صرنا فينا نعرف الولد اللي عنده تأخر، فصرنا نعرف عن الأوتيزم أكثر. بس إنه الأوتيزم والفاكسين هي اللي الولد ببين عنده الأوتيزم حوالي 15 months 18 months سنتين أول ثلاثة، الوقت اللي بياخده في هيدا صدفي، بس صدفي بس منه سبب. إذا كان شغلتين بيصيروا مع بعضهم مش معناته أنه مرتبطين. هذا السؤال اللي بيسألوني إياه على الأمهات على طول، الأوتيزم والفاكسين ما إلهم علاقة. المشكلة اللي واعيين فيها أنه في دكتور اسمه أندرو وايتفيلد بريطاني عمل دراسة، اللي هي دراسة كتير كتير أنا برأيي بسيطة limited. بفتكر جيب 12 مريض وعمل دراسة وبالنسبة لنتيجته أنه كان في علاقة بين الثمانية أو من 12 كان طار عندهم أوتيزم. والدراسة كانت على الأمعاء، من أمعائهم شاف أنه في إحمرار عمل بالضبط، صار عنده إنفلاميشن فربطها بالتطعيم بالضبط. يمكن هاي تكريتها يا عملنا ريسيرش إن شاء الله. فهي دراسته طلعت فولس وتبرهنت أنه خطأ. بس المشكلة إنه كيف أهالي كتير بتسمعوا خافوا. أنا مبلومون الولد الأم اللي عندها أوتيزم مبلومة. أنا بشعر معهم عندي أصحابي، عندي كتير قرايب، فأنا بشعر معهم. بس كمان بنفس الوقت إذا بتطلع على الفاكسين وديش كم أمراض ما عادش نشوف، يعني كمان بدنا نحمي اولادنا من الامراض، يعني انه عم نشوف صار ميزلز هلا، لانه في امهات ما عم بيطعموا، صرنا عم نشوف عوارض ميزلز، صرنا عم نشوف في عندك هون بيشنتس امهات بيرفضوا يطعموا اولادهم؟ عندي جزء بسيط بسيط قليل جدا، ما بيعطوش الفاكسين، بحترم رايهم، بس انا ضد رايهم طبعا. كل ما يجوا بذكرهم، بيزهقوا مني بس بضلني بذكرهم ليوم ما بركي شي مرة بيغيروا فكره، بتمنى يغيروا فكره إن شاء الله بعد هالحلقة بيغيروا فكره إن شاء الله. طب باعتقادك، يعني هذا آخر سؤال، لازم نعمل التطعيم إلزامي؟ يعني نجبر الأهل أنه يطعموا أولادهم؟ مع انه يعني باعتقادي انا الاهل منهم لحالهم اكيد بحبوا كل شيء، بحبوا الافضل لاولادهم، بحبوا يشوفوا اولادهم بصحه كامله وتامه ويعني صحة حواليهم، بس يمكن مثل ما قلت هذا اختيار شخصي بيصير. بس طالما عم نشوف الحالات عم تطلع، هل برايك لازم يصير الزامي التطعيم؟ هذا بترجع الى لقانون البلد، بترجع لرأيي الشخصي، فشوي متشعب هذا السؤال. انا برأيي الشخصي نعم. بس هل يا ترى رأيي بيطبق على كل مكان؟ طبعا لا. لازم كل ولد يطعم؟ نعم لازم يطعم. هل يا ترى فيني افرض رأيي؟ ما هذه شغله ما فيني جاوب. انا برأيي القوانين هون بتلعب دور كبير. يعني ان شاء الله يحفظ كل اولادنا واولاد العالم ويضلوا بصحه كامله، ونشكرك كثير على هالحلقه. اهلا وسهلا يعني فيك. معلومات قيمه ان شاء الله وسهل. نكون فدنا المشاهدين الاهل الامهات ان شاء الله، واللي بعدهم مش مقتنعين بقصه التطعيم انه يفكروا مره ثانيه لسلامه اولادهم. شكرا كثير دكتور. اهلا وسهلا. شكرا. ثانك يو. رجعنا معكم بعد البريك،
بعد ما سمعنا كل النصايح والأجوبة اللي جاوبنا عليها الدكتور أليكس صباغ، بتمنى أنه اللي ما سمع أو راحت عليه الحلقة أو ما حضرها لأي سبب من الأسباب أنه يحضر الريران، لأنه في ملاحظات ونصايح قالنا إياها الدكتور، بتمنى على كل أم أنه تتبعها وما تهملها، لأنه صحة أولادنا أهم شيء بحياتنا. منكفي ببرنامجنا وفقرتنا التالية هي كتار هن السيدات والفتيات يلي بيواجهوا صعوبة برسم عيونهم وتحديدها بشكل حلو. لهالسبب اخترت لك هالفيديو لتشوفي وتاخدي فكرة عن الطرق المختلفة لكيفية وضع الآيلاينر. رح نشوف بهالفيديو 9 طرق مختلفة لتناسب كل الأذواق. أول شيء لازم تستعملي الآي برايمر لحتى يصير لون الجفن واحد ليظهر الآيلاينر بشكل أجمل. بهالفيديو عم تستعمل الجل آيلاينر، واستعمال الجل آيلاينر أسهل لإلك إذا كنتي بعدك مبتدئة بوضع الآيلاينر. أول شيء، أول صورة بتفرجينا أو أول شكل عم ترسمه هو شكل بسيط وما بده شيء. كل يلي بتعمليه إنه بترسمي ظل خفيف على حدود عينك من فوق. الشكل الثاني وهو تقريبا مثل الاول، بس بتزيدي عليه مثل جانح بسموه ايلاينر وينج، ترسميه عند زاويه العين من برا، وبعدين توصلي الخط بالظل الاساسي على العين، وبتحاولي تغطي الاماكن يلي بعدها شوي فاتحه، تغمقيها بشكل انه يكون كله نفس اللون ونفس الدكونة أو السواد. شكل ثلاثة، هيدا الشكل مثل رقم 2 بس بينزاد عليه أو مش عليه، بينزاد خط تاني من برات العين لزاوية الجفن التحتاني، بتمديه شوي لنص العين وبتحاولي تدمجيه بإصبعك ليبين طبيعي. هيك بيصير عنا دبل دبل خطين يعني. هون بتبدأ الرسمة من النص بشكل قريب من الرموش، بشكل كتير قريب بيكون من الرموش، وبتخلص الرسمة نزولاً عند زاوية العين مثل ما شايفين. الشكل الخامس اسمه دراما وبيعطي لوك جريء شوي مثل ما شايفين، تقريبا مثل الشكل رقم 2 بس أعرض بكتير من رقم 2.
هيدي الرسمة أخف وأبسط رسمة لحد هلأ وستريت فورورد، يعني ما فيها شيء. هيدا شكل جريء بديزاين مختلف عن الشكل الجريء اللي سبقه. هيدي الرسمة اسمها ذيل السمكة. مثل ما شايفين من الرسمة، بالنتيجة طلعت زاوية العين من برا مثل ذيل السمكة. آخر رسمة هيدي شكل عين البسة أو الكات أو القطة، الكات لوك. نرسم العين من فوق، منكحل العين من جوا، لحتى تكمل هاللوك. هيدي شكل عين القطة أو البسة، الكات لوك، كات آي لوك. فيكي تزيدي رموش لتعطيكي الشكل النهائي لعين البسة. بتمنى انه هالفيديو يكون فادك او قدر يعطيكي بعض الحيل لتقدري تحطي الايلاينر لوحدك. وتذكري عزيزتي، يمكن ما تزبط معك من اول مرة، فبدك تتدربي على الطريقة ومرة على مرة رح تتحسني وتسيطري على المواد. ببيوتنا في اماكن كتيرة ضايعة مساحتها وما بنعرف شو بدنا نعمل لنعبيها. لو اخذنا الدرج على سبيل المثال والمكان الضايع يلي تحته، ما بتتخيلي شو في أفكار وأشياء فيكي تعمليها لتستغلي هالمساحة. رح نقدم لك كذا فكرة ممكن تنعمل لتعطي شكل حلو وإفادة بنفس الوقت. أول صورة مثل ما شايفة فيه ينعمل أرفف لتعليق أدوات المطبخ أو أرفف لوضع الكتب أو ممكن خزينة ملابس مخفية، خزينة بأبواب جرارة تنجر لبرا بنحط فيها أغراض أشياء مش بعزتها. ممكن نعملها مكتبة صغيرة، ممكن كمان إذا كان المكان صاير بغرفة نوم مثل ما شايفين بهالصورة، ممكن ينعمل مكان لحفظ الصور وأشياء خاصة ممكن يكون كمان. أنا صراحة حبيت كتير هالفكرة،
خاصة إذا كانت على مدخل البيت، تعليق بجميع الأحجام لجميع أفراد العائلة. هون عاملين المساحة ميني بار أو بهالصورة بشكل أدراج لتستوعب أغراض أكثر. بهالصورة منلاحظ عملوا بواب عليها مرايا، الشيء يلي أعطى الغرفة منظر حلو. ومثل ما منعرف المرايا بتزيد من مساحة الغرفة، بتعطيها مساحة أوسع أو مثلاً هالمكتب المودرن عاطي منظر كتير حلو للغرفة، وفينا نحط عليها أشياء. بهالصورة منشوف قديه في مساحات ضايعة، ولما نستغلها بالشكل الصحيح بتعطي نتيجة رائعة. حولوا المساحة تحت الدرج لتي في سنتر، لغرفة القعدة مثلاً أو للفاملي روم، أو فيك تحوليها لخلوة بتشربي فيها قهوتك أو فنجان شاي. هيدي الفكرة أنا شخصياً حبيتها كتير، لمحبي القراءة كتير حسيتها قعدة مريحة وكوزي. وهيدي كمان كتير عملية، إذا ما كان في مجال بالبيت لغرفة مكتب، فهالمساحة إجت بمحلها لمكتب صغير وأرفف، أو ممكن تكون غرفة سرية. هيدي فكرة ممتازة خاصة يلي عندها أولاد، ولو أولاد زوارك كمان، غرفة لعب أو بلاي روم. حمام للضيوف أو للخادمة مش غلط أبداً، أو حتى تحويل الدرج بحد ذاته لجوارير أو أدراج. قديه رح يضب أغراض برأيك؟ كتير. كلنا تعرضنا لهالمواقف، وكم مرة وقع تليفونك منك بهالأماكن أو غيرها. حضري هالفيديو لتتعلمي كيف تعالجي مشكلة وقوع تليفونك بالمي. أهم شيء لما تلمي التليفون من المي ما تضغطي على أي زر، لأنه هالشي ممكن يحرق التليفون. أول خطوة لازم تنشفي التليفون بمنشفة من المي اللي عليه ومن المي الزيادة. بعدين بدك تفكي البطارية وتشيليها، وتشيلي السيم كارد إذا كان في سيم كارد بهذا التليفون. بدك تحطي التلفون هو والبطارية بعلبة مليانة رز، وتسكريها وتتركيهم بقلبها لمدة يومين أو ثلاثة أيام. ليه الرز؟ لأنه الرز عنده قدرة امتصاص قوية، فبيقدر يمتص بقايا المي من التلفون ومن البطارية. وليه سكرنا العلبة؟ لحتى نمنع أي هواء من الدخول وتضل محافظة على نشفتها. وهون منوصل لختام حلقتنا، بتمنى أنه تكون نالت إعجابكم واستفدتوا من النصائح والإرشادات يلي وردت فيها. ملتقانا الأسبوع الجاي بنفس الموعد، انطرونا.